طب يمين بالله لا اشتكيه في النقطة. نقطة؟ يا دي العيب يا تمراوي، عايز تشتكي الحاج عبد العال في النقطة؟ عمل لي ايه الحاج عبد العال غير انه لهب فلوس بكرشه؟ لا يا تمراوي، الحاج عبد العال ما هواش نصاب ولا حرامي، غير بس ان ظروفه اتلخبطت معاه جامد الفترة اللي فاتت دي. اللي يسمع كلامك كده يقول مالكش فلوس عنده. ليه؟ وهتجنن عشان اخدها، لكن ما يصحش اعض في راجل زي الحاج عبد العال. اهو تمام زي هناك اندهله نحكي معاه لانه الرجل ودراعه اليمين ويعرف كل شيء عنه. ماله تمام، كيفك يا سيد؟ الله يخليك. ازيك يا تمراوي؟ جبت متعصبطين. واه ليه كده؟ يعني معرفش ليه؟ وانا عارف منين عاد؟ معرفش ان معلمك لهب فلوسنا وسابنا لا طايلين سما ولا ارض؟ اقعد عوج واتكلم عدل يا تمراوي، الحاج عبد العال سيد البلد كلها، عمره ما كان مليم يحمر واحد على حد. او كان الافات مش ملاليم يا حزين. وبعدها لك يا تمراوي. يا تمراوي يا تمراوي، احنا ادهنا تمام عشان نستفهموا منه وناخده ونده معاه، مش عشان نتعارك. ويقول لك سيد البلد، سيد البلد وما عرفش يدور تجارته ولا زرعته ولا يدري الناس فلوس ايه؟ نسيت يا تمراوي الحاج عبد العال اللي خيره على الناس كلها؟ كل واحد بتجيله اوقات تكون يده مش طايله، لكن ما هياش دايما يا تمراوي. الحاج عبد العال حيرجع كيف ما كان واحسن كمان، وقتها ما حتقدرش تقعد قدامه وتتكلم ولا حتى من وراه. يدينا فلوسنا ويبقى زي ما يبقى. وعليك يا تمراوي، ما خلتناش لا خدنا ولا ادينا مع الراجل.